الناس اللي لسه في الساحل الشمالي يا ريت يصوروا لنا فيديوهات زي دي كده ويبعتوها لنا. بصوا الراجل عمل ايه من الرملة، رملة البحيري، هاها هو حد يهزر في الكومنتات. فن برضو يعني، قعد عمل رسم، بنى قصدي قصر ومداخل ومخارج وسلم وابواب ايه ده ايه ده. بص بص صورته في الاخر، يا لهوي ده الواحد ازاي يجيله قلب بعد كده يمشي ويسيبه، او المية تيجي عليه موجة ولا بتاع يتهد، ولا عيل صغير يجي يشوطه برجله، ولا يا خرابي. بصوا 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 يا لهوي على الصورة، ايه الحلاوة دي. لا حلو برضو القصر ده، بس اول قصر كان خطير، احلى واحد. ايه اللي بيعملوه حواليه ده؟ بصوا عمل له ممر لا ده طلع حلو قوي اللي عامله ده، حواليه ده شجر. ايه ده الناس دي يا جماعة، الناس دي يا جماعة، حلو قوي بجد، حلو قوي.